بس أرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأنا كثير مبسوطة بوجودكم معنا حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمد لله اليوم يوم كثير عزيز علينا، ولعائلتنا الكبيرة بقول إنه إذا ما وسعتكم بيوتنا توسعكم قلوبنا، والفرحة واحدة. حسين ابنكم، أنتوا أهله، وهذا عرسكم. حسين هو فرحة الأولى، ابن البكر، وزي أي أم أنا من زمان بحلم إنه أشوفه عريس، والحمد لله اليوم إحنا عم نبلش احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير. وأخيراً صار عندي كنة، بس مش أي كنة، ما شاء الله عليها رجوة. يعني ما بعرف في أحلى أولاد منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. يعني أنا بتذكر من كم من شهر لما إجا حسين وخبرنا أنا وسيدنا إنه ناوي إنه يتجوز، قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض، وإن شاء الله دائما بتكونوا سند وفرحة بعض. ولأم فيصل، ترى إحنا عنا منقول دائما إنه بتعرفوا البنت من أمها، وأنا بحكي لكم الأم جوهرة. عزة، أنا بعرف أنا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف أنت كيف شعري، بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيوننا وبعيون حسين، وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها. تعرفوا إحنا كأمهات يعني إحنا إيش بدنا من الدنيا غير إنه نشوف أولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن إحنا يمكن مرات بنراجع حالنا وبنقعد نسأل يعني هل إحنا عملنا كل اللي نقدر عليه؟ وأنا بالذات لأنه يمكن هاي عمري ما حكيتها، بس سيدنا الله يرحمه قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا إنه تعبان، أنا وعدت وعد قلت له حسين رح يتربى زي ما أنت بدك فما تهك الهم. اليوم بطلع على حسين بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني بالضبط زي أبوه، بشوف كيف أسلوبه أسلوب تعامله مع عروسته مع عرسه، كيف حابب إنه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية مش بس بالاحتفالات بالتحضيرات كمان. فهون اطمنت إنه هو فعلا شاب هاشمي واعي وعارف إنه هو منكم وإلكم. وبقدر أقول للملك حسين إنه الحمد لله إني وفيت بوعدي إن شاء الله، وإن شاء الله يكون هو راضي، وإن شاء الله كلكم تكونوا راضيين، وألف مبروك إلنا جميعا لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتي. وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.